اندلعت أعمال شغب فجر اليوم بمنطقة الجبل الأبيض في محافظة الزرقاء عقب مقتل أربعيني بسبب مشاجرة بين الطرفين، وقامت قوات الدرك بإجلاء أهل الجان من منازلهم فور وقوع الجريمة. التفاصيل في التقرير التالي. قتيل، مشاجرة، أعمال شغب وحرق منازل وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، حصيلة الأحداث التي وقعت فجر اليوم في منطقة الجبل الأبيض التابع لمحافظة الزرقاء. فتيل أعمال الشغب بين أهالي المغدور والجاني كانت مقتل أربعيني قبيل أذان المغرب، حيث قام أهل القتيل بحرق منزل قاتل ابنهم، ومن ثم أقدموا على هدمه بواسطة الجرافات. قوات الدرك وصلت إلى المكان عقب مقتل المواطن، وأخلت أهل الجاني من منازلهم فيما استخدمت الغاز المسيلة للدموع لتفريق الجهتين. حالة احتقان شديدة تسود المنطقة عقب هذه الأحداث، وانتشار أمني مكثف، ودعوات للصلح وحقن الدماء، فيما تسير الأجهزة المعنية بإجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الأحداث.